ببناء مؤسسة. بداية بحب أرحب فيكم في بلدة وقرية الفندقومي في محافظة جنين. اليوم إحنا الجمعية من منطلق المسؤولية المجتمعية وضمن البرامج المجتمعية اللي بتشتغل فيها الجمعية منظمين ورشة عمل حول دور المجتمع في ترسيخ القيم الإيجابية بين الفئات المجتمعية في المجتمع. طبعا تأتي تنظيم هذه الفعالية يعني نتاج الظواهر السلبية اللي إحنا مؤخرا صرنا نشوفها يعني في المجتمع من ظواهر العنف المدرسي، العنف الأسري، قضايا كثيرة للأسف صار يتعرض إلها، خاصة يعني أطفالنا، الفئات المجتمعية، الأسرة، المرأة، كافة فئات المجتمع. فكان في عنا إحنا برنامج طويل ما بيننا وما بين التربية والتعليم وشرطة حماية الأسرة في جهاز الشرطة، مشكورين كانوا تعاونوا معنا من بداية تنظيم هذا البرنامج. طلعنا بمخرجات وتوصيات كبيرة. طبعا إحنا هذا اللقاء مش اللقاء الأول اللي إحنا بنعمله في هذه الورشة، لا هذا تقريبا هذا اللقاء رقم 3. راح يكون في تنظيم 8 لقاءات يعني بيشمل كافة مناطق المحافظة. راح يكون في لقاء برضو في مدينة جنين. الفكرة هي التوعية حول تنظيم دور المجتمع، وبالتالي احنا بنحاول نعزز القيم الإيجابية بدل القيم السلبية اللي للأسف صارت هي سيدة الموقف اليوم في المجتمع. طبعا الشرطة الفلسطينية وبناء على تعليمات سيادة اللواء حازم عطالله وكعادتها وبالشراكة مع جميع المؤسسات تكون في الدور التوعي من أجل الحد من قضايا العنف الأسري الواقع على الأطفال والنساء بشكل عام وعلى المجتمع بشكل عام. أنا صحيح في البداية بتوجه بالشكر لكل الإخوان اللي استعملوا على هذه الجمع الندوي. ونحن دائما في مجلس كرم الفندقومية نقوم بدعم الجمعيات الأهلية والحكومية والمؤسسات في توعية المجتمع المحلي وإلقاء الندوات ومحاضرات مثل هذه المحاضرات. We'll be right back.